بسم الله، والصلاة والسلام على محمد ابن عبد الله إمام الأنبياء والمرسلين. من كان يصدق أن يوسف الصديق سيكون مآله إلى السجن؟ غرور زوجة العزيز أطاح بعقلها، وانكسارها أمام يوسف حولها إلى وحش كاسر. أيها الكاهن النبيل، أمرك يا كبير الكهنة. نريد أن نتخلص من أمنحتم خلاصاً ليس بعده من رجعة. وكيف لنا أن يحدث هذا؟ من الواضح أن أمنحتم الملك قد عد العدة لقتالنا في داخل المعبد. لا شك في هذا. إذن لابد أن نبحث عنه وأن نقتله سريعاً. أتعرف من هو ساقي الملك ومن الذي يطهو له الطعام؟ السم؟ تقصد؟ يا أبابيث، يا أبابيث. من؟ من الذي يناديني؟ كبير الكهنة يطلبك. سمعاً وطاعة، سمعاً وطاعة له ولكل من في المعبد. سأرتدي ملابسي وآتي معك. ماذا يحدث لك يا عزيز مصر؟ ضربات متتالية في القلب. يرد العاشق المهزوم، وضربات المعبد ورجاله السفهاء في الدولة. في قصري أفقد ثقتي في أهم رجالي. يوسف، لا داعي لكل هذه الحيرة يا مولاي. السجن هو الحل الأمثل. سجن؟ السجن لمن يا زليخة؟ لمن أذاع وأشاع ما حدث بقصر يوسف. وهل هذا سيسقط أفواه الناس؟ هل هذا سيقيم ظهري الذي انكسر؟ على الأقل سيعرفون أن ما جرى هو محل شك. فإن كنت أهواه فكيف رضيت بسجنه وعذابه؟ إنه المأزق، إنه عقاب الدهر ومحنة الحياة ومهانتها. ليس لديك حل آخر يا زوجي العزيز. زوجك العزيز، العزيز، لقد قد قميصه من دبر. قولين لي يا زوجي العزيز. كم أنت أبله، كم أنت أبله ساذج يا عزيز مصر. عزيز مصر. ما زال يوسف متأثرا بما جرى، فلقد اهتزت ثقة ملك البلاد فيه، وأصبحت قصته مع زوجة العزيز حديث الناس. ولكن يوسف ما زال يتضرع إلى الله، واثقا في حمايته له من هذه الفتنة العابرة.
اشرب يا أبابيث، يا خير من تعبد هو وزوجته وولده للإله آمون. فداك نفسي وولدي يا آمون. أمن حتب يريد أن يقتحم المعبد بجنوده؟ أمن حتب يريد أن يقضي على آمون، يريد حربا تبيد كل من في طيبة. آمون يبحث عن المخلص من كل هذا. كيف يحدث هذا من مولاي الملك وهو نصف إله؟ ليس نصف إله، قد كان كذلك قبل أن يسخر هو والعزيز من الإله آمون. أغث إلهك، أنقذ إلهك يا أبابيث. من الذي ينقذ الآخر، العبد أم الإله؟ دعك من هذه الفلسفة وانقذ إلهك ولك كل هذا الذهب. ولكني لن أقوم بهذه المهمة وحدي، لابد من وجود بيناروث ساقي الملك. ماذا تريد أيها الغبي؟ رجل اقترب عرسه يلهو مع حبيبته. اصمت أيها الفقير الغبي، لقد جئت لك سابحا في بحر من الذهب. ماذا؟ هيا هيا أغلق هذه النوافذ كي لا يسمعنا أحد. ماذا بك يا أبابيث؟ أجمله من فستان زفاف يليق بزوجة ساقي الملك. كم أنتظر هذه الليلة، كم أحبك يا روح، وكم أحبك يا بيناروث. ماذا تقول يا أبابيث؟ ليس هناك حل غير هذا. نعم، لا بد من قتل الملك، فلقد كفر بإلهنا آمون الأعظم. وماذا لو حدثت الكارثة واكتشفت المؤامرة؟ مستحيل، إلا إذا فقدت أعصابك أمامه واعترفت. خذ هذا الذهب وجهز عروسك للعرس الكبير. وما هذا يا أبابيث؟ هذه الزجاجة بها السم الذي ستضعه في كأس الملك. كيف لي أن أغامر بحياتي وأقدم على قتل الملك؟ وكيف لي أن أعيش حياتي هكذا فقيراً حقيراً؟ وكيف وافقت على هذا وأخذت من أبابيث الذهب؟ رأسي سينفجر، لا أدري ماذا أفعل، ماذا أفعل؟ زاخر، لقد اتخذت القرار. أي قرار يا مولاي؟ السجن ليوسف. يوسف يا زاخر، لابد أن يدخل يوسف إلى السجن ويختفي تماماً عن القصر. الرأي رأيك يا مولاي، إن كان هذا سيطفئ النار من حولك. أنا غير مقتنع بما أفعل، لكنني لا أملك أي حل آخر. من الذي أتى بك من البادية يا يوسف لتعيش هذه المحنة القاتلة؟ مسكين أنت يا يوسف.